إيش اللي حاصل؟ يعني شفنا مؤخراً الحوادث زادت، المطبات الهوائية زادت، وأن السماء أصبحت أكثر وعورة بنسبة تصل إلى 55% مما كانت عليه قبل 4 عقود، ويقولوا إنه تغيير المناخ. هل هذا الكلام حقيقي؟ هلا، أول مطبات الهوائية طول عمرها كانت موجودة. مظبوط. بس العين صارت عليها هلا ليه؟ لأنه صارت الناس تهتم بعالم الطيران، بعالم الأجواء وكذا. مطبات الهوائية بعمرها ما صار في أي حادث طيران. المطب الهوائي في هلا بيكون في بس بسموهم incidents، يعني مثلاً آخر واحدة شفناها نحن عن الحوادث الصغيرة اللي المفروض إنه ما يكون، يعني حوادث صغيرة عادي، شيء طبيعي. يعني إذا واحد يعني مش لابس حزام في السيارة أو في الطيارة، يعني إلا ما يصير في عنده شوية خطر. عشان هيك نحن بس نعطيكم الـ إنه طبيعي تحصل المطبات الهوائية 100%.